كيف يؤدي أو كيف يؤثر قرار خفض العملة على المواطن؟ يعني مباشرة أي حاجة منخفض العملة، أي حاجة النهاردة واحنا بنتكلم سعرها هيزيد مباشرة، أي حاجة مستوردة سعرها هيزيد. يعني الحاجة اللي كانت القلم، النضارة، الكتاب اللي كان سعره 100 بقى سعره 200. طب بقية الأسعار ما اتغيرتش؟ ما فيش حاجة مأثرة عليها؟ لا، إزاي بقى؟ هل حضرتك مثال لو عندنا دقيقة أو دقيقتين، أنا راجل صياد وبنزل البحر كل يوم وبشتري سمك، بصاص سمك بالشبكه بتاعتي من غير بقى لا بترول ولا بنزين ولا اي حاجه، واروح ابيعه في السوق. هل تكلفه الانتاج عليا زادت؟ لا، ما زادتش، بس انا بعت السمك بتاعي ونزلت بعد كده اشتري لابني كراسه وقلم، لقيت سعرهم غلي، هعمل ايه؟ هغلي، هزود سعر السمك. الفلاح اللي بيزرع برسيم بينزل يشتري، هيزود سعر البرسيم. اذا كل الاسعار بيكون الاثر انه الاسعار بتتضاعف وبالتالي التضخم بيزيد. بالظبط. طيب وماذا عن المدخرات؟ انا كان عندي مثلا بالعراقي مليون دينار، او عندي مليون جنيه مصري، او تمام، تونسي الى اخره، السعر المدخرات دي بينخفض ايضا. بينخفض ده مقارنة بيه، مقارنة ككمية سلع وخدمات. احنا دايما بنتكلم عن العملة، قدرتها الشرائية، مع عشان التضخم زاد فمدخراتي بقت هتجيب لي كمية سلع اقل، يعني برضو قلت. طب ده يعتبر ايه؟ مش زي يعني مثلا انه قرار خفض العملة يعادل فرض ضريبة على المواطن، يعادل افقار للمواطن؟ اكيد في النهاية هيبقى بيؤدي الى افقار للمواطن. ده يعني الفقر في المجتمع بعد تخفيض سعر الصرف في السنتين ثلاثة اللي بعديه لازم يزيد. طبيعي، ما الحاجة غليت فجأة. وعمر ارجع واقولها تاني عشان مهمة جدا، عمر الرواتب والأجور ما بتزيد بنفس النسبة. طب سؤال، إذا كان هذا القرار اللي بعض الدول بتبقى مضطرة لاتخاذه أو بتعتقد إن مزاياه أكتر من عيوبه، السؤال هل بتوجد بدائل؟ نفترض بلد زي العراق، بلاش الصين وسويسرا، دي دول غنية. بلد زي العراق، بلد زي لبنان، بلد زي مصر، ظروفهم الاقتصادية صعبة. إذا صانع القرار حب يتجنب عدم تخفيض العملة، ما هي البدائل؟ البدائل بتبقى أصعب. يعني هو أصلا تخفيض سعر العملة ده في حد ذاته قرار صعب، قرار صعب جدا، ويفضلوا عدم اللجوء إليه لأن أثاره الاجتماعية سلبية، وفي دول ممكن يحصل فيها ثورات يعني نتيجه ان الاسعار زادت، ممكن فيها مشاكل. البديل اصعب. ايه هو البديل؟ ما احنا عندنا فرص تنافسيه، فانا عايز انتج ارخص وابيع ارخص. كل مخاطر الانتاج سعرها عالمي، كنا يعني قلنا قبل كده مكونات الانتاج متشابهه. بالظبط. وكنا قلنا قبل كده ايه الحاجه اللي فاضله؟ سعر الرواتب والاجور. الرواتب والاجور. هاجي للمواطن واقول له معلش انا هستقطع منك، هدي لك مرتب 25% اقل عشان يبقى سعر الانتاج بتاعنا ارخص شويه ونعرف ننافس. وده على فكره اللي حصل في اوروبا لما حصلت في اليونان في ازمه كبيره جدا. اليونان عندهم ما فيش عمله، عندهم اليورو. ده محل من الاثنين، يا يطلع من اليورو ده 2015 2016 بالظبط 11 12 13 14 15 يطلع من اليورو ويبقى عنده عمله بتاعته ويخفض سعرها، وساعتها اكتر تنافسيه. لكن الدين بقى اللي عليه باليورو، انت خفضت العمله بقى يبقى عندك ديون، فدي مشكله كبيره جدا. يا اما تفضل قاعد ما عندكش سعر الصرف كسلاح، ومجبر تخفض الرواتب. وده اللي عملوه، وجت ست حكومات متتابعه، وفي الاخر يقولوا للمواطن لازم نخفض 25%. تخيل ضابط شرطه تاخد 1000 يورو في الشهر، اجي اقول لك معلش الشهر الجاي 750، هتعمل ايه؟ قعدوا الناس 3 سنين تقريبا الشعب في مظاهرات وفي مفيش حلول، مفيش بدائل. انت عندك فوضى تنافسيه ولا تنافس، وعندك عجز لابد من اصلاحه. الحل يتخفض سعر الصرف، تقدرش. هو الحل يا اما تضغط على المواطن يا تضغط على المواطن. بلاش حل، ما لازم حد يدفع الثمن. جزيل الشكر معالي الدكتور، واستاذن حضرتك ان احنا نستأنف في حلقات اخرى نتكلم على موضوعات حضرتك اثرتها وما كانش عندنا الوقت الكافي ان احنا نتعرض اليها بكثير من الاسهاب. ربنا يخلي حضرتك. شكرا جدا يا فندم. شكرا جزيلا.